بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع النص الأول من النصوص المقررة عليكم، وهو نص قرآني تحت عنوان عباد الرحمن. يصحبكم في الأستاذ علي السمرين. نبدأ معا أحبابي الطلبة والطالبات بتلاوة النص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. صدق الله العظيم. بداية أحباب الطلبة والطالبات، عشان نقدر نفهم مع بعض أي نص من النصوص اللي احنا بناخدها، سواء كان نص قرآني أو حديث نبوي شريف أو أبيات من الشعر أو غير ذلك، علينا ان احنا نبحث مع بعض على الحاجة اللي بتتكرر، اللي بيتم تكرارها داخل النص. ليه؟ لان التكرار زي ما معروف عندنا في مواطن الجمال بيفيد التوكيد، وزي احنا خدناه في الاعدادي في سنة اولى اعدادي، ان التوكيد له نوعين، في عندي توكيد لفظي وفي عندي توكيد معنوي، وان التوكيد اللفظي بيساوي التكرار. فكون انني اكرر كلمات بعينها او اتكئ على اسلوب بعينه داخل النص، معناه ان في هدف من وراء هذا الاسلوب او من وراء هذا التكرار. هنلاحظ معا احباب الطلبة والطالبات اول ملحوظة داخل هذا النص، كثرة او تكرار الاسم الموصول الدال على الجمع المذكر وهو الذين. وتعال نشوف مع بعض كده اتكرر كم مرة. عندي ادي اول مره الذين، وعباد الرحمن الذين يمشون. الايه اللي بعد منها والذين يبيتون. الايه اللي بعدها والذين يقولون. ماشي، هنسيب ايه وندخل على اللي بعدها والذين اذا انفقوا، تحتها مباشره والذين لا يدعون. تمام، اذا هنلاحظ ان هي اتكررت كم مره؟ خمس مرات. طب والذين دي اسم موصول عايد على مين؟ عايد على عباد الرحمن، ومن هنا اتى تسميه النص باسم عباد الرحمن. تمام كده؟ طيب يا ترى من هم عباد الرحمن؟ وما صفاتهم؟ ولماذا سموا بعباد الرحمن؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل، ولكن بعد ملحوظة أخرى هنلاحظها داخل هذا النص، وهي أن الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن اتكأ أيضا واعتمد على استخدام الفعل المضارع مثل يمشون ويبيتون وكذلك يقولون، أيضا يسرفوا يقتروا يدعون يقتلون يزنون يفعل يلقى
يضاعف يخلد. والمعروف أن الفعل المضارع دائما يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. ولذلك عند الحديث عن عباد الرحمن وعن صفاتهم، الله سبحانه وتعالى يحب أن ينقل لك الصورة حية كأنك تراها بعينيك، تستحضر صفاتهم، تستحضر من يقوم بمثل هذه الصفات ومن يتصف بها ومن يقوم بمثل هذه الأفعال. تعالوا بنا الآن نبدأ معا بتفصيل الآيات وشرح الآيات شرحا تفصيليا. الآية الأولى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية تدور حول الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن، وهي صفة التواضع والقول الحسن. لاحظ معي في هذه الآية كلمة هونا معناها هينا أو معتدلا. يمشون على الأرض هونا أي يمشون مشيا هينا معتدلا، لا سريع ولا بطيء وإنما وسط، لا يمشون مشي المتكبرين بل يمشون مشي المتواضعين. يبقى مشيا يمشون على الأرض هونا أي يمشون على الأرض مشيا هينا معتدلا. وتلاحظ أيضا معي كلمة قالوا سلاما أي أنهم يقولون قولا يسلمون فيه من الأذى، يعني يردون على الإساءة بالحسنة، يردون على الإساءة بالإيه؟ بالحسنة. والقليل جدا اللي أنت تيجي تلاقي أن حد يرد على الإساءة بالحسنة، لأن للأسف الشديد في عندنا مبدأ بنلاقيه للأسف داخل المجتمع، اللي يضربك تضربه واللي يشتمك تشتمه واللي يهزئك تهزئه. لا، إحنا عايزين نتدرب مع بعض على هذه الصفة، صفة عباد الرحمن، أننا أرد الإساءة بالحسنة اللي إحنا بنسميها العفو عند المقدرة والتسامح، تمام كده؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. ولذلك فالله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء خاصة في مثل هذه الصفة التي يتصفون بها، صفة التواضع والقول الحسن وأنهم لا يردون الإساءة بمثلها، وصفهم بعباد الرحمن. فنلاحظ معا أنه تم إضافة كلمة الرحمن إلى كلمة عباد لتدل على علو منزلتهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، أي أنهم وصلوا إلى منزلة لم يصل إليها أي أحد من عباد الله، ولذلك استحقوا هذه الصفة أن يوصفوا بعباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟ عباد الرحمن الذين يمشون، هنا جه الفعل المضارع اللي بيفيد إيه؟ التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. طب كيف يمشون؟ كيف يمشون على الأرض هونا؟ فنلاحظ أن كلمة هونا تعبير جميل يدل على الاعتدال في المشي، مش كده وبس، ويدل أيضا على التواضع، يعني أنهم لا يتكبرون ولا يتفاخرون، وإنما يمشون مشي المعتدلين المتواضعين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم قد خلقوا من طوب وأن مصيرهم إلى الطوب، فلا مجال ولا داعي للتكبر ولا للتفاخر، تمام؟ طيب، وما موقف عباد الرحمن عندما يخاطبهم الجاهلون بقول سفيه؟ عندئذ يقولون قولا يسلمون فيه من الأذى. فنلاحظ أن القرآن الكريم استخدم أسلوب الشرط، اللي هو أداة الشرط اللي فيه إذا، فعل الشرط خاطبهم الجاهلون، جواب الشرط قالوا سلامة. فأسلوب الشرط استخدمه القرآن الكريم ليؤكد على صبرهم على إيذاء الآخرين، يؤكد صبرهم على إيذاء الآخرين. الآية الثانية: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نلاحظ معا أن في هذه الآية صفة الخشوع والإخلاص لله تعالى وحسن العبادة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تمام؟ لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعبد الله حق العبادة فهو بذلك يشكره على النعم التي قد أنعمها الله عليه. الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهنا ممكن يجي لك سؤال: أيهما أجمل ولماذا؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولا والذين يكونون لربهم سجدا وقياما؟
والذين يبيتون. لماذا؟ هنلاحظ معا أن كلمة يبيتون معناها يقضون الليل، والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد سخر النهار للمعيشة وللسعي على العيش وكسب الرزق، وجعل الليل للراحة والهدوء، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب لاحظ معي أنهم في وقت الليل يقضون الليل، لا في النوم وإنما في السجود والقيام. فكلمة سجدا وقياما أي ساجدين قائمين لله، ساجدين قائمين لله. وعشان كده لما احنا نرجع مع بعض إلى سورة السجدة ونلاحظ معا صفات المؤمنين وجزاؤهم عند ربهم، واستمع معايا للآيات القرآنية، يقول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جاء بما كانوا يعملون. يا الله، شوف بقى التعبير القرآني الجميل، جزاء ان هم كانوا حريصين على الخشوع والإخلاص، وان هم يقوموا في الوقت اللي الكل يكون نايم فيه ويصلوا ويبتهلوا الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أخفى عن الجميع الجزاء العظيم الذي أعده لمثل هؤلاء. فهذه الصفة صفة عباد الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. برضو الفعل المضارع يبيتون يفيد التجدد والاستمرار، وهو تعبير يدل على الحرص الشديد على الخشوع لله سبحانه وتعالى. وأيضا تلاحظ معي في هذه الآية تقديم الجر والمجرور على الحال، كيف يبيتون سجدا وقياما. فأصل الجملة يبيتون سجدا وقياما لربهم، طب لماذا قدم الله الجر والمجرور؟ تقديم التأخير ده بنسميه أسلوب قصر، يعني أي أنهم قصروا وخصصوا الليل للعبادة. لعبادة مين؟ لعبادة الله الواحد القهار. يبقى أسلوب قصر للتأكيد على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وعندنا أيضا كلمتين داخل الآية دي بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه، سجدا وقياما. وأتت هاتين الكلمتين، أتت هاتين الكلمتين نكرة في سورة النكرة للتعظيم، في سورة النكرة الإيه؟ للتعظيم. سجدا ما قالش ما جابش الألف واللام، قال سجدا وقال قياما، تمام كده؟ يبقى نكرة تفيد إيه؟ التعظيم. فهو في ذلك يعظم الله سبحانه وتعالى من شأنهم، إذ أنهم يقومون بفعل عظيم لرب عظيم في وقت عظيم. الآية التي بعدها: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. لاحظ معي في هذا الدعاء الذي يتوجه به عباد الرحمن الله سبحانه وتعالى يحمل الخوف والخشية من الله ومن عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فكلمة اصرف معناها ابعد، وقنا عذاب جهنم، تمام؟ طيب إن عذابها كان غراما، ما معنى كلمة غراما؟ أي دائما ملازما لصاحبه. إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني أن عذاب جهنم وأن جهنم أسوأ مكان يستقر فيه الإنسان وأسوأ مكان يقيم فيه الإنسان. هذا معنى الآية إنها ساءت مستقرا وإيه؟ ومقاما. وهنا سؤال، في الآية الكريمة نداء وأمر وتوكيد، وضح ذلك. نلاحظ معنى النداء في كلمة ربنا، والنداء إذا كان موجها إلى الله سبحانه وتعالى فغرضه التعظيم، تمام؟ طيب الأمر في قوله تعالى اصرف عنا عذاب جهنم، والأمر أو النهي إذا كان موجه إلى الله سبحانه وتعالى فهو غرضه الدعاء. والتوكيد إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهنا أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن، يؤكد على أن عذاب جهنم ملازما لصاحبه، وعلى أن جهنم أسوأ مكان يستقر فيه الإنسان ويقيم فيه الإنسان. طيب لو إحنا نيجي مع بعض على سؤال آخر، ما علاقة إن عذابها كان غراما بما قبله؟ يعني
عندما أسألك سؤال وأقول لك لماذا يدعو عباد الرحمن ربهم بأن يصف عنهم عذاب جهنم؟ الإجابة لأن عذابها كان غرامة، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إذن هي بينت السبب، فتكون العلاقة هنا علاقة تعليلية، تمام؟ يعني تبين سبب ما قبله. لاحظ معي أن القرآن الكريم، ودي لفتة جميلة جدا، عبر باستخدام الفعل الماضي في قوله تعالى كان غرامة ساءت مستقرا ومقاما، استخدم هنا الفعل الماضي للدلالة على تأكيد الحدث، يعني يؤكد على أن العذاب عذاب جهنم عذاب ملازم لصاحبه لا يفارقه أبدا، يؤكد الحدث ويفيد التحقيق والثبوت، يعني شيء ثابت ومحقق ومؤكد بنسبة 100%، ما فيش فيه أي شك. ولذلك يتوجه عباد الرحمن ويملأهم الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. تنتقل بنا الآيات إلى صفة رابعة من صفات عباد الرحمن، وهي صفة الاعتدال في الإنفاق. يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صفة الاعتدال، بمعنى كلمة يسرفوا معناها يتجاوز الحد في الإنفاق، نحن نسميه الإنسان المبذر، وكلمة يقتروا معناها يبخلوا، يبقى لا هم مسرفين ولا هم بخلاء، وإنما قواما يعني وسطا ومعتدلين بين الإسراف وبين البخل، ده في حالة الإيه؟ الإنفاق. هنلاحظ معا في هذه الآية سؤال مهم جدا، يقول لك في الآية أسلوب شرط حدد أجزاءه ودلالته. يبقى أنت عندك وقت حيا الأجزاء بتاعته إذا، طيب أداة الشرط وأنفقوا، فعل الشرط لم يسرفوا ولم يقتروا جواب الشرط، ماشي، وهذا دليل على إيه؟ الاعتدال والوسطية في الإنفاق. نلاحظ أيضا أن القرآن الكريم استخدم برضو الفعل المضارع عارفين يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة، وعندي كلمتين بينهما تضاد يسرفوا ويقتروا، تضاد يوضح المعنى ويقوي، وكان بين ذلك قواما قدم شبه الجملة بين ذلك على خبر كان، فأصل الجملة كان قواما بين ذلك، أي كان الإنفاق قواما بين الإسراف والبخل، يبقى هنا أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. وأخيرا كلمة قوامة تعبير جميل يدل على الوسطية في الإنفاق. نختم معا بالفكرة الأخيرة والصفة الأخيرة من صفات عباد الرحمن التي جاءت في هذا النص، وهي البعد عن الكبائر. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نلاحظ أنهم يبتعدون عن الكبائر، ومن أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعشان كده القرآن الكريم قال إيه؟ لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله، يعني يعبدون الله وحده لا شريك له، ماشي، ولا يقتلون النفس اللي حومة الدم، حومة الدم كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، تمام، ولا يزنون يعني لا يرتكبون الفاحشة، ومن يفعل ذلك من الموبقات والكبائر يلقى يعني يجد أثاما يعني عذابا أليما، تمام كده، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي يستقر ويدوم في هذا العذاب وهو ذليل ومهان. نلاحظ معا أحباب الطلبة والطالبات، القرآن الكريم أحب لنا أن يؤكد بصورة التكرار. عيدنا رجعنا بقى مرة تانية لإيه؟ للتكرار. لا يدعون، لا يقتلون، لا يزنون. تلاحظ إن أنت قدامك لا نافية، فتكرار النفي يؤكد على أنهم يبتعدون كل البعد عن ارتكاب الكبائر والموبقات، تمام؟ طيب، ونلاحظ أيضا أن كلمة أثاما ومهانة أتت الكلمتان نكرتين للتحقير، لأنهم دلوقتي حاليا فين؟ ها، في معرض الحديث عن الإنسان الذي يفعل الموبقات ويكون مصيره إلى الهلاك. نلاحظ معا سؤال مهم جدا في الآيتين الشرط وجزاء، وضحهما وبين دلالتهما، هاتوا لكم الإجابة مثل هذا السؤال. طيب، لاحظ معا أيضا في هاتين الآيتين: لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق،
نفي واستثناء. لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نفي واستثناء، يبقى اسلوب قصري يفيد التوكيد والتخصيص. يبقى احنا مره شفنا التقديم وايه والتاخير، وشفنا مره التكرار، وشفنا مره لا وايه والا، ده كله بنسميه اسلوب قصري للتوكيد والتخصيص. ويظل باب التوبه مفتوحا. الايه التي بعدها: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك، وشوف بقى الجزاء الجميل، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلى هنا أحبابي الطلبة والطالبات، نكون قد وصلنا معا إلى نهاية هذا النص الرائع القرآني الجميل، نص عباد الرحمن. نترككم في رعاية الله وأمنه، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.